السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العركة والنوش بتاع نجيب ساويرس وعمرو أديب تطور، حصل له تطور جميل جدا وظريف جدا يليق بالمطبلاتية بتوع عبد الفتاح السيسي. في البداية كده حاجة كده لطيفة كده تسعد قلبكم عن نشأة الديه شوية. نجيب ساويرس لما اتكلم في البوست وقال إن في شخص ناقص، شخص ناقص، هو كان يقصد يوسف الحسين. زي ما انا قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات اللي دي بطاقته، ان انا اجيب، مش انت بتتكلم عن الشخص الناقص؟ اهو يوسف الحسين، هو كان يقصد يوسف الحسين. لكن نشأة الديهي طلع كتب بوست، دخل نفسه في النوش وخلاص، هو ما كانش حد واخد باله منه اصلا، يعني ما كانش حد واخد باله ان نشأة الديهي ده موجود اصلا، يعني هو دخل العركه دي مجانا بس مش اكتر ولا اقل يعني. فنشأة الديه دخل نفسه العركه مجانا وقعد يقول انا اجيب ساويرس، انا الناقص، انا الناقص، انا اجيب ساويرس. هو فعليا نشأة الديه شخص ناقص، هو فعلا ناقص، ومامة نشأة الديه عارفه ان هو ان ابنها شخص ناقص، لدرجه والله والله مامة نشأة الديه في مره قالت لنشأة ابنها، يا نشأة بلاش يا ابني تبقى لسانك متبر منك يا ابني وانت على الهواء. والله مامة نشأة الديه قالت له كده، قالت لنشأة الديه كده، قالت له يا ابني انت لسانك متبر منك وانت على الهوا. المهم فنشأت الديه الناقص طلع يقول انا نجيب ساويرس، انا الشخص الناقص، انا الشخص الناقص، انا نجيب ساويرس. فكتب المانشيت الطويل العريض اللي انتوا شايفينه ده، ولا نجيب ساويرس اصلا كان واخد باله من نشأت الديه، ولا يقصد نشأت الديه، هو كان قصده عن ناقص مين، الشخص الناقص مين؟ يوسف الحسيني. يوسف الحسيني اللي قال للمصريين، مصريين اللي معاه دولار يا مصريين، يفرط في الدولار يا مصريين قبل 15 9 يا مصريين. اهو 15 ديسمبر عدى وداخلين على 15 1 في سنة 2023، الدولار حصل له حاجة يا ايه؟ يا ناقص، على رأي نجيب ساويرس اللي بيقول لك يا يوسف الحسيني يا ناقص. المهم العركة والنوش ده بقى تطور ودخل في مين؟ علاء مبارك. بس قبل ما اقول لك علاء مبارك دخل بقى، هو علاء مبارك عمل حاجه واحده بس، نزل ايموشن بيضحك وتحت منه صوره كده. قبل ما اقول لك بقى قصه الايموشن او الصوره اللي علاء مبارك حاططها دي في 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 النوش اللي حصل من يومين ما بين نجيب ساويرس وعمرو اديب، دخل احمد موسى ونزل الصوره اللي امام حضراتكم ديت واتكلم عن نجيب ساويرس وقال له ده انت شاركت في 25 يناير. راح نجيب ساويرس بقى يقول له انا بقول انت شاركت في 25 يناير واللي انت عرفت تعمله من فلوس عملته في عهد مبارك. فراح نجيب ساويرس رد عليه وقال له انا ليا ان انا اشتركت في 25 يناير وان انا مش عارف ايه وشاركت في 25 وثوره ده كان كلام نجيب ساويرس. طبعا المفترض علاء مبارك رده هنا يكون ايه؟ مش في صف نجيب ساويرس، لان علاء لا بيحب يناير بالطبع ولا اللي من ريحه يناير. لكن علاء لما رد ما التفتش لكلام المخبر احمد موسى، ولا التفت لكلام نشأة الديهي، ولا التفت لكلام محمد الباز، ولا التفت لكلام تامر امين، ولا المصطفى بكري، هو عارفهم مطبلاطيه. التفت لكلام مين؟ لكلام عمرو اديب في التويته ديت بتاعت عمرو اديب، اللي عمرو اديب بيقر رسميا انه مطبلاطي. هو بيقول لنجيب ساويرس انا مطبلاطي بس بطبل للسيسي، ومصطفى بكري بيقول له انا مطبلاتي والسيسي الزعيم. تخيل انت التويته بتاعت مصطفى بكري دي وهو بيقول على نفسه مش مطبلاتي، يعني انت متخيل هو شوف انت اقرا التويته دي، مصطفى بكري بيقول انا مش مطبلاتي وكاتب تويته توريك قد ايه ان هو مطبلاتي، بس عادي يعني انا عادي عادي. المهم لما نزلت التويته بتاعت عمرو اديب اللي امام حضراتكم، راح علاء مبارك، انت عارفين علاء مبارك وعائله مبارك ما بينها وبين عمرو اديب، انتوا عارفين المسلسل الحامض اللي عمرو اديب عمله في ثوره يناير، وقعدوا يعيطوا فهم ما بينهم وبين عمرو اديب الجو مش لطيف جدا يعني. وانت عارف عمرو اديب لما بيحب يفرض عضلاته بيروح يفردهم على جمال وعلاء مبارك بامر من عباس كامل وعبد الفتاح السيسي. فالمهم عمرو اديب لما كتب التويته دي رد عليه علاء مبارك بالشكل ده، اللي هو بص في الحته بتاعت الفيلم القديم ده، اللي هو بص بيفتخر انه مطبلات. طب بقول له ايوه احنا مطبلاطيه. انت على فكره بس التويته بتاعت عمرو اديب ورد عمرو اديب، هو جاي عمرو اديب رد بدون يعني هو الطلب منه انه يرد بالشكل ده. خد بالكوا بس ان سواء نجيب ساويرس او علاء مبارك او احمد موسى او نشأة الديهي او كل دول، خدوا بالكوا ان مفيش حد مسموح له يجيب سيره السيسي تماما، مع ان التطبيل كله للسيسي، بس ممنوع تجيب سيره السيسي لا من نجيب ولا من علاء ولا من عمرو ولا من اي حاجه. وخد بالك ان الجمله المشتركه من رساله السامسونج في كل ردود
مطبلاتية السيسي القوات المسلحة، اللي هو إيه اللي دخل القوات المسلحة في الدور؟ يعني نجيب ساويرس الراجل ما جابش سيرة القوات المسلحة لا من قريب ولا من قريب برضه، هو جاب سيرة القوات المسلحة خالص خالص. إنما بص نشأة الدي أهي، بص القوات المسلحة عمرو اسمه إيه مصطفى بكري القوات المسلحة، كل القوات المسلحة القوات المسلحة أحمد موسى القوات كله 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 متكلم، مع إن الراجل اللي جاب سيرة القوات المسلحة ولا راح ناحية القوات المسلحة أصلا، هو مجرد كل اللي قاله عن القوات المسلحة من سنة ونص لما طلع في قناة البي بي سي وقال لك القوات المسلحة اشتركت في كل حاجة في الاقتصاد، فطبيعي مصر بتعيش اللي انتوا شايفينه لأن الجيش استحوذ على كل حاجة. ده اللي قاله نجيب ساويرس، طلع السيسي سلط قلاديش على نجيب ساويرس تسليط لدرجة ان قال لك ان نجيب والله خرج نشأة الديه واحمد موسى يقولوا عن نجيب ساويرس ده اللي مول صد النهضة، خرج يقولوا نجيب ساويرس ده الموساد الاسرائيلي بيدعمه، ومع ذلك ده احمد موسى اللي قال كده ونشأة الديه، ومع ذلك قالوا لك ان مصر سمحت لنجيب ساويرس تبني مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الإدارية، وسمحت لنجيب ساويرس ان يبني البنك المركزي في العاصمة الإدارية، ويبني يشارك في بناء مجلس الوزراء وفي مطار سفنكس وفي مجلس النواب اللي هو هيتعمل في المبنى بتاعه اللي اتعمل في العاصمة الإدارية. يعني نجيب ساويرس انتوا عارفين ان هو اللي عمل صد النهضة، وعارفين ان هو المساد مع نجيب ساويرس وبدعم نجيب ساويرس، ومع ذلك اديتوله تصاريح او شاركتوه او خليتوه يشارككم في بناء اهم 5-6 مباني في اي دولة في العالم، على بس عشان اوريك بس ان هو لا تبع الموساد ولا بتاع اي بتاع، هو بس اي كلام في المطلق هم بيقولوا خلاص مطبلاطيه. بقول لك كله بالامر ذكر كلمه الجيش في التغريدات بتاعته ردا على نجيب ساويرس، اللي هو الراجل ما جابش سيره الجيش اصلا. ده انتوا لما طلعتوا احمد موسى يرمي على نجيب ساويرس حته ثوره يناير على اعتبار ان اولاد مبارك يدبوا في نجيب، ما حدش جاب سيره، وعلاء لما دخل رد يتريق على عمرو اديب، يتكلم على عمرو اديب، يسف على عمرو اديب. بس وريت بس النوش اللي مستمر. الموضوع وصل لدرجه ان هم علشان يخلوا نجيب ساويرس ضربوا خبر، عملوا خبر فيك لنجيب ساويرس انه بيعتذر. وصل الامر لكده، عملوا خبر فيك لنجيب ساويرس انه بيعتذر بالشكل ده، وان نجيب ساويرس بيقول في مهرجان الجونه انا عمرو اديب صاحبي ومش عارف ايه، واحنا الاثنين في ولا اي حاجه من دي حصلت تماما، ولا نجيب ساويرس اعتذر، ولا نجيب ساويرس قال عمرو اديب صاحبي، ولا نجيب ساويرس اتكلم ولا اي حاجه. وخرج نجيب ساويرس نفى الكلام ده وقال لا 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 ايه ده دي رساله سامسونج برضو ولا ايه بقى؟ دي رسالة سامسونج اكيد، دي رسالة تانية من رسالة سامسونج للإعلام، ان يبدأوا يخلوا الرجل اللي هو بتغريدة قالك في واحد ناقص مكونة من ثلاث حروف ثلاث كلمات قصدي، خلى إعلام السيسي اتعمل عليه مولد لإعلام السيسي في كل وسائل الإعلام الدولية والعالمية والمحلية والمصرية، لدرجة ان الامريكية باللغة الناطقة باللغة العربية على موقع الالكتروني اتكلمت عن النوش والعركة دي، فطلعوا اخبار فيك على الرجل ان الرجل اعتذر، والرجل لا اعتذر ولا قال لهم اي حاجة، ده رجل مستمر في كلامه ان هم طبلة، ولا هو اعتذر ولا اي بتاع ولا اي حاجة. اقول لك عركة ونوش، وعلى فكرة قولا العركة والنوش ده عرف في صالح مين؟ السيسي. اسمع مني، العركة والنوش دي واخدة افكار الناس عن قصة زي بيع حديقة الحيوان للإمارات، الإمارات اشتريتها خلاص حلال على ولاد زايد، حديقة الحيوان اللي هي بينها وبين السفارة الإسرائيلية مفيش، الإمارات اشترت حديقة الحيوان خلاص حلال على الإمارات، الأرمان برضو الإمارات أخدتها، حديقة الأرمان الإمارات أخدتها خلاص، قالت الحديقة دي تخصني، فسيسي قال والله يا ابن والله يا إيه يا طويل العمر ما تغلى عنك، راح أعطى خلاص. كل النوش اللي بيحصل مع نجيب وعمرو اديب في مصلحه الناس سكتت عن قناه السويس، ليه اشتغلت بالنوش بتاع عمرو اديب ونجيب ساويرس واحمد موسى ونشأة الديهي ومحمد الباز ومصطفى بكري؟ نوش السيسي عرف يستغله مخابراتيا في ان يخلي الناس تركز معاهم، ومن تحت لتحت بيتم التفريط والبيع في اهم ما تملكه مصر. سلام عليكم.